العضلات بتاعت الجسم بتاعنا لو صنفناها تصنيفات كتير قوي، من ضمن هذه التصنيفات هنلاقي ان في مجموعه من العضلات، عضلات اي خلل فيها مش بس بيأثر على شكل الانسان وبيخلي شكله اوحش، ده كمان بيأثر على الوظيفه بشكل كبير جدا جدا جدا. النهارده جاي اقول لكم افضل 5 تمرينات لتقويه عضلات الجلوتاس ميديس او عضلات المؤخره الجانبيه. البنات عارفين العضله دي مهمه قد ايه في قضيه الخفسه او الهيب دبس او الجسم بيكون داخل بشكل غريب، والشباب حتى لو مش مهتمين بالعضله دي بشكل جمالي لكن العضله دي مهمه جدا جدا لو عايز تشيل اوزان تقيله في الجيم، لو عايز بشكل عام تتجنب اصابات كثيره جدا جدا موجوده في الطرف السفلي زي اصابه الرباط الصليبي او خشونه المفاصل وغيرها. ان شاء الله النهارده جاي اكشف لكم افضل 5 تمرينات، وده مش وجهه نظري، ده كلام بناء على رسم العضلات الاي ام جي ستاديز لتقويه عضلات الجلوتاس ميديس. هنعرف ازاي نعمل التمرينات دي عشان نحصل على طرف سفلي حديدي قوي شكله كويس. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم مطلع؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي وسيرتيفايد بيرسونال ترينر من امريكا. عضلات الجلوتيس ميديس اللي احنا جايين نتكلم عليها النهارده في الفيديو والتمرينات بتاعتها تشكل ركيزه اساسيه في اي برنامج تاهيلي انا بشرف عليه او بعمله، سواء كان عندي في العياده او حتى في البرامج الاونلاين. ده لاسباب كتيره جدا لانها وظيفيا مهمه قوي، ومن غير كلام كتير يلا بينا نعرف تشريح العضلات دي، بس هنستعين بالصديق الصدوق عبده. عضلات الجلوتيس ميديس بتبدا تمسك في عظمه الحوض بالجنب من الحته دي كده، وتبدا تنزل عشان تمسك في عظمه اسمها جريتر تروكانتر من هنا. وبناء على ذلك هي ليها 3 اجزاء، في جزء امامي، في جزء جانبي، وفي جزء خلفي، زي اللي هي في العضله الاماميه والجانبيه والخلفيه. وده بيفكرنا شويه بعضلات الدلتويد، عضلات الكتف اللي موجوده هنا فوق، برضه لها جزء امامي وجزء جانبي وجزء خلفي. طبعا العضله دي بشكل اساسي بتعمل وظيفه اسمها ابعاد الرجل عن بعضها او الهيب ابدكشن، بتبعد الرجل كلها عن بعضها بالشكل ده لو اشتغلت الالياف بتاعتها كلها. لو اشتغلت الالياف الاماميه لوحدها بتساعد في تاني الحوض مع لفه لجوه، او بنسميها الهيب انترنال روتيشن. ثالث حاجه الالياف العضليه الخلفيه بتاعتها بتساعد على حركات الاكسترنال روتيشن في الحوض او اللف لبره. ده كان تشريح وظيفه عضلات الجلوتيس ميديس. يلا بينا نعرف دلوقتي افضل 5 تمرينات، وناخدهم من 5 لحد ما نعرف اعلى تمرين على الاطلاق لتنشيط هذه العضله. بمناسبه تشريح العضلات، في الناس اللي كانت بتسال على كورس تشريح العضلات طول الفتره اللي فاتت الرسائل، يا دكتور فين كورس تشريح العضلات وهيرجع امتى؟ في اخبار حلوه جدا جدا جدا، استناه قريب وتواصلوا مع فريق العمل عشان نبلغكم بيها اول باول. واكيد لو حابب تحجز استشاره اونلاين معايا شخصيا نبدا نبص على وضعك انت وجسمك شغال ازاي، او عندك اصابه او حاجه حابب تستشرني، فاحنا بنقدم ده في خدمه الاستشارات اونلاين، وهتلاقي التفاصيل بتاعتها تحت الديسكربشن. تمرين رقم 5 من اقوى تمرينات واعلاها تنشيطا لعضلات الجلوتيس ميديس هو تمرين السايد لاينج هيب ابدكشن وذ انترنال روتيشن. كل اللي انت هتعمله هتنام على جنبك بالشكل ده، ظهرك هيكون مفرود جدا، رجلك هتكون لففها لتحت بحيث ان صباعك الكبير يكون باصص لتحت مش لفوق، وبعدين تبدا تفتح رجلك للخارج بالشكل اللي انت شايفه ده. ما بنفتحش لحد الاخر خالص، ودي نقطه مهمه جدا، وبنفتح لحد ما رجلك تعلى عن مستوى وسطك بحاجه بسيطه جدا. رابع تمرين من اقوى تمرينات على الاطلاق لتقويه الجلوتيس ميديس وهو تمرين اللاترال ستيب اب. ستيب اب يعني صعود درجه، ولاترال يعني بالجنب. فتجيب ستيب او حاجه زي بنش او بالشكل ده وتبدا تطلع عليها بالجنب بالشكل ده. لقوا التمرين دوت من اكتر الحاجات الفعاله جدا عشان يجيب لك جلوتيس ميديس فظيعه. ثالث تمرين من اقوى التمرينات على الاطلاق لتقويه عضلات الجلوتيس ميديس ومن ثم الحصول على طرف سفلي قوي حديد، وهو تمرين بنسميه البلفيك دروب. مش محتاج فيه اي ادوات خالص، هتقف على رجل واحده وايدك في وسطك بالشكل ده، وتسيب الحوض بتاعك يسقط لتحت بالشكل ده وترفعه، تسيبه يسقط لتحت وترفعه. ولو حابب تصعب التمرين ده اكتر، لو ربطت وزن في رجلك اللي في الحوض اللي بينزل لتحت هتصعب التمرين ده بشكل اكبر. وده ياخدنا لتاني تمرين من اقوى التمرينات على الاطلاق للحصول على جلوتيس ميديس او مؤخره جانبيه حديديه، وهو تمرين ريزيستد ستاندنج هيب ابدكشن. هتقف وتبدا تلف حبل مقاومه او كيبل ماشين لو انت موجود في الجيم، وتبدا تبعد رجلك عن بعضها بالشكل ده وانت محافظ على ثبات وسطك، ما تبداش تتمرجح معاه. ده من اقوى التمرينات لتقويه العضله دي، وجربه وقول لي رايك تحت في الكومنتس. الحاجات دي احنا بنعملها مع المرضى بتوعنا والرياضيين اللي بنأهلهم بشكل يومي تقريبا في العياده، فالنتائج مبهره. وده ياخدنا لاقوى تمرين على الاطلاق لتقويه عضلات الجلوتيس ميديس. لو انت حضرت وكتبت لي تحت في الكومنتس دلوقتي، فكر كده قبل ما نقول التمرين، واكتب اسم التمرين ده او حط التصور في دماغك كده التمرين دوت ممكن يكون ايه. هل انت من جيش ماسل كلينك بتاع العلم وممكن تكون متوقع التمرين دوت ايه بناء على احدث الابحاث؟ اجمعت كلها ان التمرين دوت هو اقوى تمرين على الاطلاق واقرعه الطبول، وهو تمرين السنجل ليج بريدج. تمرين البريدج اللي انتوا عارفين قد ايه التمرين دوت ممتاز لتقويه عضلات المؤخره، لا لو خليناه سنجل ليج يعني برجل واحده بس، وده تمرين مش اي حد يعرف يعمله، لقوا ان ده اكتر حاجه على الاطلاق بتشغل عضلات الجلوتيس ميديس. جرب التمرين ده وقول لي هو صعب قد ايه. على قد ما يبدو ان هو سهل، هو صعب جدا. كل اللي هتعمله ان انت هتنام على ظهرك، تتني رجليك الاثنين 8 بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعدين تفرد رجل كامله بحيث انها تكون موازيه للرجل الثانيه المتنيه، وبعدين تبدا ترفع وسطك من على السرير من غير ما حوضك ينزل من اي ناحيه من ناحيتك. تثبت في الوضع ده فوق لمده 3 ثواني وتنزل بالراحه.
ودول كانوا اقوى 5 تمرينات للحصول على عضلات جلوتس جانبيه حديديه. لو عندك خفس هتتخلصي منها ان شاء الله لو استمريت على روتين التمرينات دي. ولو انت رياضي وبطل وعايز تشيل اتقل في السكواتس وفي الديد ليفت وعايز تكون رياضي بشكل عام بشكل اكبر وتتجنب الاصابات الكتير قوي، فانت عرفت الفيديو المظبوط. فلو عجبك هذا الفيديو لا تبخل علينا باللايك الجميل وشيره عشان نفيد بيه اكبر عدد ممكن من الناس. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.